السلام عليكم أيها الأخوة، أيها الأخوات، معكم مصطفى. طرح لي أحد سؤال نهار فايت وقال لي سولني طريقة لين نحل بيها العبودية. العبودية مشكلة كبيرة مطروحة لنا، العالم ما بي يجينا شر موريتان يفتحها مشاريع ويصب فينا شوية والله ما يوفى به، اللي مشكلة العبودية ما زالت مطروحة لنا، وهذه ما هي وحدها مشكلة العبودية. بعد قاع أهم شيء من ذا كامل هو أعلن مبارك وبويليد وفاطمة ومبيريكة، هذو حد يعطيهم حريتهم ويحترمهم ويقدرهم ويحل مشاكلهم، مواطنين كيفتنا كاملين، حقهم علينا وعندهم حق وعندهم دي دروا ودي سيتويان. وحل مشكلة العبودية أولا إلين تعطوني الفرصة هو أن لا نكون لجنة كبيرة ما هي قد شيء، لجنة من أجل حل مشكلة العبودية، حد كامل قطع دافع وناضل من أجل العبودية دور يدخلها، وندور نفتح مكاتب في جميع الولايات، وندور نبدء بالعربي اللي هو المرابط. مشكلة العبودية ما هي مشكلته البيضاني، مشكلة العبودية ما هي مشكلته، مشكلة الوراثة، مشكلة جدود جدودنا وهو بلا ذنب، نبذ به هو نحوز عليه ونخرس، كم من عبد عنده وكم من خادم وكم من شقال، والله شقالة، ونعوضه ونعطوه خلاص 3 سنوات يدود يتم يكري بهم حد يسرح له غنمه والإبل بقراته ونحوزه على العبد، كلمة عبد ما نقد عليها، يقر نحوزه على حد كامل قال انه عبد، والله يكون منه شي العبيد، والله والده عبد، والله معبد، نعوضه له حتى إلى عاد عمره 60 سنة ولا 70 سنة حسب الرواتب المطروحة هذيك الساعة، نعوضوا له ونزيدوه إلى عاد صح حسب إمكانيات الدولة، ونفصلوهم مع عربي قروه ندربوه ونلودوا له الشغلة هذا تحت إدارتنا إن شاء الله، ولين تحكموا لي ولين تعود الدولة ما عندها الإمكانيات، دور مسافر شور الدول العظمى والخليج، شور فرنسا، بريطانيا، كندا وأمريكا، الخليج كامل، نجيهم ونقول لهم على أنهم لهم ياسر من الزمن الصرمكين عن العبيد، ياسر من الزمن متلفتين عن العبيد الصرمكين عنهم، واليوم نختارهم يمدوا لي يدين، يمدوا لي اليد، يعطوني يديهم نحلوا هذه المشكلة. هذه المشكلة ما هي مشكلة موريتانيا وحدها، هذه مشكلة اليومانيتي، مشكلة العالم كامل، لكن تبي سمعته ودور تنحل المشكلة بإذن الله تعالى، مشكلة العبودية. لنهارات قام صديق عندي أحمل تقدي سفيرنا في الأمم المتحدة وسفير
سفيرنا راجل مطابق، سفير آخر راجل، سفيرنا في واشنطن راجل مطابق. ديك الساعة لين وخذت CNN برنامج عن العبودية عن موريتان، شيانت عندنا وشيانت عند العالم كامل وشيانت عند السفراء، سفراءنا اللي هون اللي في أمريكا، اللي في نيويورك كان وذي اللي هون في واشنطن، شيانت عندهم حتى. وبقاوا يدافعوا عن موريتان بهم عزة الوطن، كانوا يختاروا يجوا CNN ويعترفوا بالعبودية ويقولوا CNN أعلنها العبودية قضية تري كومبلكس وإن متباركين مع نحلوها. هذه لغة السياسة. يا قيريين تلفنوا على النواب شوط يدوروا لذن كانوا مقيسوا CNN. قالت لهم هذه الإدارة لأن ما هو مهم ولا يورط. سمعتني؟ ما هو مهم ولا يورط. هذا اللي تقولوا لمبيريك ومباركة وبلال وفاطمة، هذو العبيد اللي شور البوادي يعني يسمعوا ذا، ما هو لا يجد عليهم. إذا ما هي معقولة عندهم على أن حكومتهم هما مصرمكة عنهم، هذا شيء له زين. العربي اللي بيعبيده من نفسه ما يبقي يعبد حد أسوأ منهم، ولا يبقي يكدر حد أسوأ منهم. والبيضان اللي نعرف، نعرف هان البيضان اللي نعرف ما فيهم حد يبقي العبودية، ويدور العبودية تنحل في أسرع وقت ممكن، ويختاروها أخبارها توفق. بهذه المناسبة منين تعطوني الفرصة إن شاء الله تعالى هذه المشكلة دور تنحل. وشكرا وأهلا وسهلا بكم وفي أمان الله. تعيش موريتان، مرحبا.